هلو هلو جايز، اتمنى تكونوا كلكم في صحه جيده، ليله سعيده. بالنسبه للبلان ديال زاموكين فاحنا خدامين عليها، هذاك الشيء تزامن ليا مع الخدمه ديال هاد ليستوار هادي ديال طريق الحبس، داك الشيء علاش تعطلت. صبروا معايا شويه. فين خليناها الاخوان؟ فين خليناها؟ خليناها مني جاتو الخبر بلي مو ماتت، قالها لي با وهو عنده في الزيارة. وي هنا فين خليناها؟ يلا دير الكيت، شد شي بليصة ويلا ليتس جو. جاتني هاد الخبر بحال الصاعقة، كيفاش امي ماتت؟ ما يمكنش الحنينه تموت، لا ما يمكنش. قول لي يا الوالد باللي غير كتفلى عليا. كضحك معايا ياك؟ الوالد بقى حاضر راسو وعينيه هازين الدموع وقال لي اوليدي مكتوب ربي هذاك، والمكتوب ديال ربي هو اللي كيتصرف، دعيمها برحمه وكون راجل. قلت له الله يغفر ليها يا ربي ويسمح لي منها يا ربي. بقى الواليد جالس معايا شويه، وصلت لوقيته باش يمشي في حاله، وسالت لوقيته ديال الزياره. هزيت ديك الميكه اللي جاب لي فيها شي تقضيه ودخلت، رجعت ديريكت للشومبر ديالي وانا مفقوس، ما عرفت ما نوقر ولا نسبق. انا في الحبس ولكن عقلي وقلبي كاين على برا مع امي امتي الحبيبه اللي ولات في قبرها، وما حضرتش حتى لجنازتها. كنت نادم ولكن دابا زدت كتر، الحرقه اللي فيا ولات كتاكل فيا بحال العافيه، ما فيقني غير الصوت ديال حميزه كيعيط ليا باش نوض نتعشى. ولكن منين يدوز؟ منين تدوز هاد الماكله؟ منين غدوز وانت مهمتك ما باقيش غادي تشوفها؟ بقيت جالس في الارض وجهي بين راسي حتى بداو الدموع كيطيحوا. كان بكي على مهمتي اللي مشات وخلاتني كرهت راسي كتر ما انا كارهو، كرهت النهار اللي دخلت فيه لهنا، النهار اللي خلاني نبعد على مهمتي. كنت انا المذنب في الموضوع، غنكون انا اللي زدت عليها، جيبتها تزرب في الطاكسي، انا السبب. بقيت كنبكي ودموعي حارين، بقيت هكاك حتى جا عندي واحد من الحباسه اللي معايا، قال لي مالك اخويا كما دار لك شي واحد شي حاجه؟ قلت له لا اخويا ما دوى معايا تحد، غير واحد المشكل. الحباس كانت سميتو الصالحي، قال لي غير بغيت نقول لك من الاحسن ما تبقاش تقرب من داك حميزه، راه اكبر غدار وكيبغي حاجته. قلت له شنو؟ ما فهمتكش. قال لي الصالحي راه اي واحد دخل كيزرب عليه كيف داير لك نتايا، من بعد تيدير ليه شي مونتيف. انا غير نصحتك اخويا. مشى بحالو وخلاني موسوس مع راسي، تزاد وسواس على حزن على خوف على قلق على خنقه، وليت كنشك حتى في حوايجي صراحة، ما بقات ثقة، وكرهت جد بوها الصحبة. غير شفت حميزة جاي لجيتي وانا نقلب وجهي ودرت راسي ناعس، وهو غير شافني هكاك مشى جلس مع صحابه، جلسوا كيلعبوا ضامة. كنحس بيه حاضيني وانا ما قادرش نتحرك، خايف لي يدير ليا شي حاجة. زدت تحقدت وبقيت كنفكر حتى داتني عينيا وناست، كنفيق على التصرفيق، الشمس ضاربة ليا في عينيا من واحد الشريج صغير كي الفوق، وعينيا معمشين حتى كنحس بشي حد هزني من قرفاتي. كان الغارديان قال لي انت تناس مع الاولين وتفيق مع الاخرين، نوض تسيق الطواليطات راه فيك النوبه، نوض والشيفون ديال الشومبر راه فيك النوبه ديالو حتى هو. الشيفون ديال الشومبر واحد واحد من الحبيسيه كيسيق كل نهار في السيمانه، كل واحد نهارو وكل واحد نوبته، على حساب الا كنتي بوحدك كتسيقو بوحدك، الا كنتي معاشر مع شي حبايسي اخر كتسيقو انت وياه. نط حاقد لا فطور كي الناس لا ناس كي الناس، الله ينعل بوها عيشه. مشيت لقيت واحد الغارديان حط ليا جافيل وشيتا والكراطة، بديت كنغسل وكننقي في الطواليطات، وخرجت للطواليط الاولى جاتني التقية قطعت النفس وبقيت كنسيق فيها وكنحك، وداك الغارديان حاضيني دار لي الطيارة في راسي، حتى تقريبا كملت وانا نسمع بحال الباب كيتسد بالسوارت. ضغط دغيا وقلبي كيضرب، لقيت حميزة من مورايا وكيلهب بالموس. قلت له
خويا حميزه خلعتيني اش كدير هنا؟ قال لي جيت نطلع عليك. قلت لي اه مزيان مزيان. بقيت غير كنشوف وكنزرب باش نخرج في حالي دغيا، حتى كنشوفو كيقرب ليا وانا كنبعد. قال لي مالك كترعد؟ واش خايف مني ولا شنو؟ قلت له لا خويا لا، علاش غنتخلع منك؟ مالك هاز داك الموس؟ اقول لي علاش هاز الموس؟ قال لي اه هذا، كان كيدور في الموس في يدو. وقال لي والو غير عجبني، انت هاني ساليتي ولا مازال؟ قلت له بقى لي غير نجمع هاد الشيء. قال لي بنتي لي البارح بحال الليله درتي واحد البلان ولا غير جاب لي الله. قلت له وين بلان اخويا؟ قال لي حميزه تفكر تفكر قبل ما تنعس مني جينا من العشاء. قلت له لا والو اخويا غير نعست، وصلتني واحد الخبار داكشي باش نعست بكري. قال لي الخبار شنو هي؟ قلت له ماشي شي حاجه مهم، خبار عاديه كما العاده. قال لي اه هكداك كيزيد يقرب وكيلعب في الموس، وانا راجع حتى وصلت للحيط وهو وصل قدامي، هز الموس وانا ندور وجيب الخلعه. قال لي وهو مخنزر فيا مالك الصاط وليتي خواف؟ اخي كنضحك معاك. قلت له اه كتضحك معايا واخا. ما جيت نكمل هضرتي حتى هبط عليا بالموس الحنكي، بقيت كنغوت والدم كيشرشر، كنغوت وكنحس بحنكي سخون، كنحس بشي حاجه سخونه ما قدرتش نقيس وجهي. حتى كيدخلوا جوج من لي غارديان شافوا في حميزه وقالوا ليه يلا عطيه داك الموس في يديه وخرج دغيا. خرج حميزه في حاله ورمى ليا الموس في يديا بحال ليله ما داير والو. واحد في لي غارديان جارني داني لواحد البلاصه داواو ليا، ديك البلاصه كانت المصحه ديال السجن، وقالوها للمدير ديال الحبس. قالوا ليه واحد اللي يلا دخل الحبس جا عندو باه وقال لي بلي امك راه ماتت ولقيناه باغي ينتحر اليوم، ومني شافنا ضرب وجهه. بقيت غير كنشوف فيهم، ما جيت ندوي واحد ضرب لي الكرشي حتى طحت في الارض، تغشاو عينيا بالدموع، الدموع ديال الحقره اللي فيها انا. هزوني وداوني للطبيب ودير لي المينوط غادي معاهم حتى وصلنا. داواني الطبيب ودار لي الفاصمه وعطاني شي بومادات ورجعت عاود تاني. رجعت بلا هضره بلا جوج تكوانيت في بلاصتي وبقيت ناعس بحال مغيب بحال ما عرفت شنو بحال كيفاش غنوصف لكم هاد الحاله اللي كنت فيها. داك النهار كان كيبان لي غير الموت، حيت ما بقى لي علاش نعيش، ما عندي حتى شي سبب اللي نحارب بسببه. دازت الايام وانا وليد ضعيف ما كناكلش كاع، وجهي بقى مبصوم بديك الضربه، غير كنشوف في المرايا كنحقد كتر كتر ما انا حاقد. المشكل الكبير انه حميزه بقى معايا في نفس الشومبا، ما قدرت ندير ليه والو حيت كان وسط كليكه، كان معاشر مع بزاف ديال الحباسه، وليت دخل سوق راسي وليد هو معايا كنقص معاه الكلام. منين شافوا حالتي غاديه في تدهور حولوني من الشومبر اللي فيه حميزه. دازت الايام وما بقيتش حاس، ولفت ديك المكانه اللي كانت في الشومبر اللي واقفه ديك التلفازه الصغيره اللي كنا كنتفرجوا فيها مع الغارديان، الغارديان ديال داك ماشي ديال الحبس ديال السونتر اللي حنا فيه، ديال البلاصه اللي حنا فيها. اي حاجه دارها في التلفازه كتفرج معاه فيها صحه كيف ما كان نوعها، يقدر يبغي يبدل تفرج كاع في فيلم ويبدلو لك في النص، وما عندك كي دير وما عندك ما دير. دازو كي قلت لكم الايام وما حسيتش بالوقت، حتى ولاو دوك الايام اعوام. بقى الوالد كيجي عندي مغامره، كيجيب لي المونه والحوايج باش نبدل عليا. كان معايا في الشومبر واحد الدري سميتو المصلوحي، الشومبر الجديد اللي هو رقم 8. الدري كان باين عليه ظريف، ولكن انا ما بقيتش كنثق في شي واحد، ما بقيتش من بعد الحادثه ديال حميزه ندمت على كل شيء كل شيء، ولكن البكا مورا الميت خساره، وليت غير غادي كبرت اللحيه ناض ليا فيها الشيب وفي شعري، وليت كنصلي الصلاه كنستغفر الله ونطلب منه السماحه. ندمت بزاف. الصباح الاخر وكما العاده نط في الصباح على الغوات ديال الغارديان على الفطور اللي جاي كيقاقبوا لينا فيه في الصباح، كتكون ناعس كتسمع التقاقيب ديال شي حاجه، كيدوزوا من الكروه، الكروه هي الكولوار اللي وسط لي شومبر، تيبداو يقاقبوا تيضربوا شي حاجه في الحديد وتيضربوا في الشومبر في الباب ديال الشومبر باش حنا نفيقوا. نط كي قلت لكم وصليت، صليت دغيا انا عاقل ومشيت ناكل. جبت لعندي شي وراق جابهم ليا الوالد،
وليت كنعاود ليهم اللي ما نقدرش نعاودو لبنادم، وفي الليل عاود تاني كنخبيهم، حتى ولات عندي عاده ما يدوش نهاري بلا ما نكتب على اي حاجه وقعت لي هنايا ولا وقعت لغيري اي حاجه. جا جلس حدايا المصلوحي قال لي السلام عليكم خويا يوسف. قلت له عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. قال لي كيف راك بخير؟ صحيحه هي هذيك؟ قلت له الحمد لله على كل حال. هز عينو فيا وقال لي شنو كتكتب تما؟ وسمح لي الا قاطعتك. قلت له لا هانيه، كنكتب قصتي والحياه اللي كنعيشو هنا باش منين نخرج تفكر اي لحظه دازت وبالتدقيق. سمعتو كيقول لي اه مزيان الله يسر مزيان. هزيت عيني فيه وبقيت كنشوف فيه وقلت له باين عليك ولد الناس، واخا ملي طرا لي داك المشكل ما بقيتش كنثق في الناس بزاف هنايا، ولكن الناس طوب وحجر وانت بنتي ليا ولد الناس. قال لي المصلوحي انا خويا كنخاف ربي قبل ما نادي العبد اللي خلقه ربي، نادي راسي باش نحس بنفس داك الشيء اللي حس به داك الشخص من بعد. قلت له عندك الحق، ولكن ماشي كلشي كيفكر بحالك وبحالي، شنو خلاك تدخل هنايا؟ المصلوحي بقى ساكت ورجعت به السن تالور مني كان في سن المراهقة قبل من هاد الوقت بواحد 10 سنين. قال لي كنت مصاحب مع واحد الدراري، وبلا ما نعود لك على الدراري اللي كانوا مجموعين شنو كيديروا فين ما كانت شي مشكل ولا شي بلية ولا شي خواط كتلقانا فيه، مني كنكونوا مجموعين تيجي الزعيم فينا داك اللي مقود فينا كيقول لنا يلا نشفروا شي حاجة. كنا براهش، كان كيقول لنا داك الزعيم اللي ما دارهاش معنا غنعيطوا لي حنان من اليوم، وبطبيعه الحال كنا ما كنرضاوش، كانت فينا ديك النفس ديال التبرهيش، النفس اللي ندمت عليها دابا. كنمشيو كاملين حنا شي 5 وكنا ضاصرين، حتى لواحد النهار كيف العاده جا الزعيم فينا قال لنا نفس الجمله وكنا مشمكرين ضاربين السيليسيون كلهم يكتو كله مع انك حبيبته نورا بنت السكليس، وقال لنا يلا الواحد الدهايبي حدانا راه كنعرف فين كيحط السيروت. خونا كان دهايبي من عائلته وكان شفر ليه السيروت ودار ليه الدوبل ورجعو، وفعلا مشينا كاملين دخلنا للمحل شفرنا ليه تقريبا كلشي كلشي وعلى خاطرنا ومع مشمكرين نسينا انه كاينه واحد الكاميرا. غير خرجنا خبينا داكشي كله ومشينا لديورنا عادي. فواحد النهار كيجيو يحتيو عليا البوليس من غير فاتي، وانا فراق الناس فراشي داونا لقينا عندنا بزاف ديال النوطات من الناس اللي كنشفروا ليهم شي حاجه. دهايبي هو اللي ضغط على الموضوع، داروا لينا تكوين عصابه والسرقه الموصوفه، وفي المنتفات الاخرين هارك للضرب والجرح السرقه الموصوفه الكاليفي الفولاراج جميع انواع السرقه كانوا عندنا. هي ما كناش منوطين، منين طحنا عندهم جمع لينا كل شيء حب وتبن، عطاونا 15 عام لواحد. انا دوزت دابا من 10 سنين وبقى لي دابا 5 سنين. قلت له وما قاسكش العفو الملكي ولا شي حاجه بحال هكا؟ قال لي يا المحامي ما يدفع لي الطلبات ولكن والو، كل شيء كيبغي الفلوس وانا دارنا قود عليهم وما فحالهمش، يلا مكافين مع المونة ديالي والباسي اللي كيجيبوا ليا. قلت له قلت العقل مصيبه. قال لي المصلوحي عندك الحق وناض من حدايا يجيب شي حاجه. وبقيت انا كنكتب واحد شويه وخبيت داكشي ديالي ونعست كيف العاده. وصل الصباح وليت كنفيق راسي ولفت، ما بقيتش كنصبح ناعس ولفت الوقت ديال الفطور، وعرفت بلي ما خصنيش نزقل الفطور وما نزقلش الغدا وما نزقلش العشاء. بقيت جالس في بلاصتي حتى جا الوقت، الوقت اللي نخرجوا فيه للساحه. خرجت وبقيت كنتمشى ونشم في الهواء وكنتفكر العيشه اللي كنت عايشها، وكنقول في نفسي ربي كبير ما بقى قد ما فات وغنخرج. حتى جا في بالي الوالد اللي شحال هادي ما جا عندي، بديت كنتشطن عليه وبالي معاه، حتى لقيت شي دراري معايا كيلعبوا في ضامه جلست كنلعب معاهم، حتى سمعت الغارديان كيعيط ودخلنا بحالنا. مشيت نيشان صليت وبديت كنقرا القران الكريم في نفسي وكنستغفر الله حتى عيطوا للعشاء. مشيت تعشيت ورجعت لبلاصتي بقيت كنكتب شويه حتى داتني عيني، وانا نحط داكشي وخبيته ونست. صباح الصباح كيف ديما نفس الشيء كنعاودوه، ولكن هاد المره
جا الغارديان كيعيط ليا يوسف العالمي، نط لعندو قال لي عندك الزياره. فرحت واخيرا جيت يا الواليد الحمد لله. وانا كنتمشى لبلاصه الزياره وكنفكر في بزاف د الحوايج وفرحان الفرحه بطيرني. تجاوزت لكم بزاف د الحوايج في قصتي باش ما تكونش ثقيله على قلبكم. تجاوزت لكم فاش شديت البلاصه، تجاوزت لكم نيدو اللي كان جمع، تجاوزت لكم المانطات اللي كنسميهم تما المازا، تجاوزت بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال البلانات. بقيت غادي في الطريق حتى وصلت. كيبان لي اخويا الصغير اللي كبر ولا راجل، راه عمر هو اللي داز تبارك الله 8 سنين اللي دوز دابا. مشيت لعندو فرحان، سلمت معاه وجلسنا كنهضروا. قلت له خويا كريم كي داير؟ لاباس؟ لاباس عليك، الدار بخير؟ فين هو الوالد؟ غبر كي طرات تفكرتيني وجيتي لعندي. قال لي الحمد لله اخويا. قلت له كاين شي جديد؟ بالي الخاتم في يديك، تزوجتي على عفريت؟ قال لي اه اخويا تزوجت وعندي وليد صغير عنده دابا عامين. قلت له تبارك الله تبارك الله اخويا، الله يكمل عليك ويوفقك في حياتك، ومن اللي تجي المره الجايه جيب الولد وجيب لي ولد خويا نشوفه. قال لي واخا واخا ان شاء الله ان شاء الله. بغيت نقول لك اخويا شي خبار. قلت له ايه قول لي اخويا، انا راه حالتك ما عجبتنيش. قال لي بدون اي تسبيق الوالد مات. تصدمت ما عرفت ما نقول، من غير هبط راسي حتى كنسمع الغارديان كيقول تسالات الساعه ديال الزياره. كثرت الضربات اللي خديت ما خلونيش نتاثر باي حاجه. بقيت مصدوم، دماغي واقف كنشوف غير في الفراغ قدامي، كنشوف غير في الحيط وانا مصدوم. هزيت عيني اللي كانوا عامرين دموع وشفت في خويا وقلت له بسلامه اخويا، تهلا في مرتك وفي ولدك. بقيت غادي داخل وعقلي كيخمم وقلبي كيزدح بالجهد والدموع كيهبطوا بلا ما نحس. ما كرهتش نغوت نغوت حتى يخرج هاد الشيء اللي في وسط مني. بغيت نخرج كاع هاد الشيء اللي في الداخل. كنحس بواحد الغمه خانقاني، صدري موقف النفس، ما عرفتش كيفاش غنوصف لكم هاد الشيء، ولكن ما عندي ما ندير من غير نرد القلبي كيف ديما. وليت منعزل كتر من الاول، ما كناكل ما كنشرب غير ساكت. وكاع لي غارديان ساقوا الخبار، شحال واحد من الدراري جا عزاني وانا غير ساكت ما جاوبت حتى واحد. هما رديت عزوهم لتا واحد. دزت واحد اليومين كنت كنصلي، ساليت الصلاه ديالي، هزيت التسبيح ديالي، حتى كنسبح سميتي عند الغارديان. قال لي الغارديان يوسف العالمي جمع حوايجك ويلا لواحد الشومبر اخر. نط جمعت حوايجي وانا ما عارفش السبب، وبقيت تابع الغارديان اللي ما عرفتوش فين غادي واللي غادي بلا كلمه بلا جوج، حتى وصلنا للشومبر. دخلت قلت السلام عليكم، ما جاوبني تحت. تعجبت، ما تسوقتش اليوم ومشيت للبلاصه فين صيفطني الغارديان وحطيت حوايجي وفرشت فراشي، تكيت في باياسي وهزيت القران كنقرا فيه شويه. وصل وقت العشاء انا ما كليت والو، بقيت جالس كنفكر حتى كنسمع العشاء كتودن. مشيت توضيت وصليت العشاء، كملت ورجعت لبلاصتي حتى كيبانوا ليا الدراري معايا كيدخلوا عاود ثاني الشومبر. بقاو شويه حتى طفى الضو كيف العاده، يلاه غنعس حتى كنحس بشي واحد كيقيس فيا. نط قافز لقيت حسن اكبر بزناس، عنده كرباح كالخطيه مقطع كيفضل يعيش في الحبس كتر من السيفيل. قلت له مالك اخويا حسن اش خاصك؟ ما جاوبنيش. كنشوف فيه كيجبد ليا في حوايجي من حدايا وتيقلب على اي حاجه عجباته تيديرها في جيبه. قلت له اش كدير؟ واش مريض في راسك؟ بعد لديك الجي بلا ما نخسر معاك حسن، ما تسوقش ليا. ما بغاش يتصنط كاع، جالس يلوح ليا في حوايجي في الارض وكيعزل اللي بغا قدامي وقدام المحابسيه الاخرين. شفتو هكاك تشعنقت انا وياه، تنجور فيه كيجور فيا. كليت العصا صراحه باش ما نكذبش عليكم، كليت العصا مزيان، حسيت بالحقره وما حسيتش براسي شنو كندير ولا شنو غندير. كان شاد في يدو واحد تيليكارت مضيها ماضيه، تيليكارت كانت ماضيه بزاف كيبقاو يمضيو التيليكارت ديال التليفون. قلعتها له وانا نضربو في يدي حتى غوت، جرحتو من يدو كامله حتى بعد عليا. بداو الحباس الاخرين كيعيطوا للغارديان، ولاد الكلبات مني انا كنت كنغوت ومشانق ما تسوق ليا حتى واحد. ومني صاحبهم تضرب ناضو
غوتو حيحو وكيدقو في الباب ديال الحديد، كيدقو فيه بالجهد. جا الغارديان دخل وعطاني واحد الصرفيقه وبدا كيسب فيا وقال لي منين شتي ديك التيليكارت اللي مضيها؟ ياك هادشي ممنوع. مني كنقول ليه راه كانت عنده كيكذبني، كيقول لي انت كذاب. بقيت كنفهمهم شنو كان كيدير ليا في حوايجي وداكشي علاش ضربته، ولكن شكون مزك ليك؟ براسهم خايفين منه، كانوا كيخافوا منه في السيفيل، النهار يخرج يطيحوا معاه في المشكل. داوني الكاشو ولا لا يوريكم كيفاش كيكون الكاشو. عطوني فيه 30 يوم دوزتها كلها فيه، ومع بوحدي غير كنفكر. الطواليت كانت حدا راسي، وخانس تما ومظلم وخانس بريحه البول. اكفص الشهر عندي غندوزو تما، وعطوني واحد الفانيد كيقولوا ليه القريعه. القريعه ما كنتش فاهم انا البلان، ملي فهمت بلي داك الفانيد كيخلي بنادم مرخي ومخلخل، وكيعطيوه للناس اللي مريضه زعما في عقلها، الناس اللي عندها خلل في العقل. ما بقيتش كنقد نوض ولا نتحرك، مصدوم. كالناس طواليط، كالناس كناكل، كالناس ما كندير حتى حاجه. دازوا ايام وكمل داك الشهر ديال الكاشو. خرجت ورجعت للشومبر ديالي، لقيت داك حسان جالس كيضحك بحال الا ما داير والو، وعشيران حتى هما كيضحكوا عليا. نط وقدمت طلب للمدير ديال الحبس، يا اما يحولني من الشومبر ويحولني من هاد القهره والحقره اللي هنا، يا اما غنقريفي غنقريفي على الماكله، ما غنبقى ناكل والو حتى نموت تما. بقيت هكاك صابر واحد 7 شهور، ما بقى كيقرب مني حتى حد. ومنين بداو تيسمعوا بلي انا داخله للقتيله وشافوني ضربت صاحبهم، بداو كيديروا مني لا طونسيون. انا ما بغيتش نادي شي حد، ولكن هما اللي ما كيخليوش بنادم في حاله. حتى لواحد الصباح تنسمع الغارديان كيقول لي نجمع حوايجي. تقهرت في كل مره محولني القنت، ولا دويتي حتى كل عصا الفلاقه في الحديده عاقله لا كيحطوا واحد البارا ديال الميني فوت كيربطوا لك رجليك فيها بسروال ديال الجين، وكيبدا عليك هكذا لك. وممكن الا كنتي داير شي حاجه غراف كيكبوا عليك الماء في الملحه على رجليك اللي كانوا يلاه ضربوا، كيبقى داكشي كيحرق، كتولي طالع على ركابك في الدروج للشومبر ديالك. انا عاقل مزيان على هادشي. فهاد المره الاخوان ما داونيش للشومبر اخو، خرجنا وداونا ديريكت لواحد الكار، كار اللي كان كله حديد من الشراجم حتى هما حديد، ومعايا شي حباسه اللي ما مني شفتهم، ولقيت حتى المصلوحي وشي دراري اللي عرفتهم داخلين سوق راسهم. بقى غادي بينا الكار جهد واحد 4 سوايع، ومورانا الصطافيطات الكبار والصغار، عرفنا بلي رحنا غادين الازيلال، الحبس ديال ازيلال. بقى غادي بينا الكار واحد المده طويله، نعست وفقت ونعست وفقت، حتى كنشوف رحنا وصلنا لازيلال. ازيلال هزونا ترونسفير ليه ديريكت، وكنقول الحمد لله اللهم هذا ولا ديك الودايه والحقره اللي فيها. ما عرفتش اش كيتسناني في هذا حتى هو، ولكن كنت متفائل خير. كان جالس حدايا المصلوحي وانا نسولو، قلت ليه واش عندك شي خبار على هاد الحبس اللي جابونا ليه، واش عارف عليه شي حاجه؟ قال لي على حساب ما عرفت كيقولوا عليه اخيب حبس. قلت له كفس من هذا اللي كنا فيه. قال لي بزاف كاع، راه كيكون بارد والماكله ديالو خايبه، وكيكونوا فيه غير اللي عندهم الحبس الطويل، اكثريتهم عندهم الحبس الطويل. قلت له الله اكبر، اش هاد الزهر عندنا؟ يلا درنا بلاصتنا تما في الاخر، جينا عند هادو غنبداو من الزيرو لعفو تاني. وصلنا وفرقونا كله فين حطوه. جا داك المدير ديال السجن ديال ازيلال كيخطب علينا داك الخطبه ديالو، السجن ديالنا احسن سجن، السجن ديالنا زوين نقي، النقاء هو المهم، النظافه، والسجين عندنا بحال ولدنا. الهضره ديال الحبس، الهضره ديال الزبل. غنعطيكم لوبسيون الا بغيتو تبدلوا هاد الهضره ديال الحبس والتخربيق، تخسر الهضره. ما بغيتش نخسر الهضره احتراما لكم نتوما في المخيله، شونجي كيف ما بغيتي، سير الاقصى نوع ديال تخسر الهضره وغادي تلقى البلان كيفاش داير، غادي يكون الميساج غوسي. بعد ديك الخطبه ديال المدير الباسله، صيفط انا والمصلوحين نفس الشومبر، الحمد لله كنعرف بعدا المصلوحي وغادي معايا ومولف عليه. لقينا البلايص تما خاوين، ما كاينش الزحام كيف ما موالفين، صوبنا حوايجنا وجلسنا في بلايصنا. ومع وصل وقت الغداء جابوا لنا واحد
البصارة بصارة مصوبة بعلف الأغنام. هادشي مبقاش دابا في الحباسات، كندوي لكم على من يمتع بصارة ديال عالف الأغنام. وي أنا عاقل، وكل كلا ديك بصارة حيت الجوع وما عنده ما يدير. نطست في حوايجي مزيان وقديت بلاصتي مزيان، وحتى المصلوحي دار هكاك، هزيت تيليكارت حيت وصل الوقت ديال لابيل، جا مع النهار نهارو. مشيت نعيط لخويا، لقيت النوبة في لابيل، لا ما ندوي لكم على حتى هي وبلانا. بقيت كنتسنى واحد نص ساعة، عاد وصلتني النوبة، دوزت النمرة ديال خويا قال لي الو. قلت له كريم خويا. قال لي خويا الحبيب كيف داير، اش كتعاود، كيف دايره صحتك، توحشتك. قلت له الحمد لله خويا، الحمد لله على كل حال. قال لي الحمد لله بعدا. قلت له خويا عيط لك باش نقول لك بلا ما تعذب راسك وتعاود تجي لعندي. قال لي وعلاش اخويا، الريحه الوحيده اللي بقات لي من والديا هي انت وما نجيش عندك، علاش؟ قلت له اخويا وانا كرهت، راح حولوني لحبس اخر كيف ازيلان الخلا والقيفار، ما عندك كيفاش دير، غادي تعذب البعد بزاف وعندك ولدك باقي صغير. خليك اخويا راه سالت لي الوقت، المهم انا علمتك تهلا في ولدك. قال لي الله ياخذ فيهم الحق، تهلا في راسك اخويا وصبر وكون راجل، كون راجل اخويا. وقطعت لابيل، رجعت لبلاصتي. وبعد 16 عام اللي دازت من عمري في الحبس، من شومبر لشومبر، من حبس لحبس، دوزت القلعه، حبس القلعه شنو سميتو، دراع اللوز، كان من احسن الحباسات اللي دوزت، دراع اللوز. وين دوزت؟ ازيلال، دوزت مراكش، دوزت كازا، القضيه كانت مخلطه كل مره في حبس. وتلفت ووليت كنقول هاد 4 سنين اللي باقا شنو غيكون من موراها، خصني نعرف شي حاجه. بداو كيدخلوني الشكوك اللي عرفت راسي غادي نخرج، وبداو كيدخلوني بلانات، خصوصا المصلوح يناقش معايا الموضوع باللي مراتي غتكون ما دارت حتى حاجه، خصني نحاول نعرف واش بصح غضراتني